حزب الحرية والعدالة، ده هيكون تداعياته ايه في المستقبل؟ والله احنا انا شايف ان دي مناسبه مهمه ان احنا نقف عندها شويه. فوز الحريه، حزب الحريه والعداله، او حتى ائتلاف مجموعه الاحزاب الدينيه مع النور حزب السلفي النور. مع الوسط، وان كان اقل قليل كثيرا من الحريه والعداله وحزب النور، ولكن نحن امام تيار موجود في الشارع. هذا التيار ناجح بشكل او باخر، شئنا ام ابينا، في الوصول الى قطاعات واسعه من الناس. هذا التيار كان طوال الوقت يتحدث عن انه المضطهد، انه التي تزور الانتخابات ضده، عن انه لو ملك فرصه حقيقيه لقياده مقاليد الامور في البلاد يعني سينجح، هكذا يقولون. نحن الان امام محك حقيقي، علينا ان نقبل النتائج كما هي نجح وتفضل فعلا. اشتغل، ورينا هتعمل ايه. يعني والله نجحت شيء كويس جدا، ما نجحتش هتبقى الناس على الاقل شافت الفارق ما بين الحديث وانت على الشط عن الحديث، لما وانت تدخل بقى جوه يعني بتعوم مع الناس. فهي مناسبه قويه جدا، وعلينا ان احنا نبدا، وعلينا ان كتير مننا ما يزعلش، وعلى بقيه الاحزاب ان هي تشتغل على الارض. النضال من الفضائيات لم يعد يقنع احد. نسبه كبيره جدا من اللي صوتوا في المرحله الاولى من الانتخابات في 9 محافظات حسموا قرارهم النهائي في طابور الانتخاب، لان احنا عارفين ان قانون الانتخاب معقد، مسألة القوائم والفردي، فكان الناخب أو الناخبة يحتاج إلى حد بعيد، إلى من يرشده، إلى من يدله. ميدان التحرير عندما اشتعل كان في أسبوع حاسم لبعض الأحزاب إنها يعني حملاتها الانتخابية تزيد وما إلى ذلك. وبالتالي الحرية والعدالة والنور السلفي يمتلك قواعد كثيرة، يمتلك يعني في 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 في, في الشام يقولوا ماكينة طب انتخابية. خليني اقول لك انه في مخاوف كتير بتقول انه احنا مش عارفين هما ازاي هيطبقوا طبعا، الشريعه، وهل هيخلطوا بين لا هو الديني والمدني فكرة ولا ايه؟ تطبيق الشريعة المفروض وفق ان هو حزب بيقول ان انا شروط تأسيسه انه ليس اساسه ديني، هذه واحدة. النقطة الأخرى هنا برضو، يعني ازاي مش اساسه ديني؟ يعني نعم، ازاي مش اساسه ما هو ديني؟ ده البرنامج اللي المفروض لو حاد عنه يتم استبعاده، دي واحدة. النقطة الثانية، انت مفترض انك انت في محك، انت المفروض ان انت بتصدر نفسك للمجتمع على انك انت حزب مدني ذي مرجعية دينية او ما شابه من هذه التعبيرات. هل سترتضي بقواعد اللعبة؟ ايوه ان احنا انتخابات وانت حضرتك جيت اشتغلت وفق القواعد المعمول بيها في الوطن، او اتفضل. لكن الأزمة والكارثة، ومش عايز اقول كارثة حتى لا اتجنى على احد، التجربة هتورينا الى اي مدى سيلتزموا بقواعد اللعبه السياسيه. ولان هم لو حاولوا يفرضوا بعض قناعاتهم اللي ممكن انا اختلف معها، او سواد يعني والسواد الاعظم من الشعب ممكن يجد ان هي فيها اعتداء على حرياته الشخصيه، باعتقادي ان ده هيدخل الوطن في نفق مظلم. هل شكل سياستهم ممارستهم السياسيه هيبان من الاول، ولا هيكون الاول والله فيه شويه انا اقناع؟ يعني باعتقادي ان الاخوان ممكن يكونوا اكثر ذكاء فما يصطدموش بقناعات الناس مباشره، ولكن هو الخوف النسبي من تيار زي التيار السلفي اللي هو لديه تفسيرات متشدده في الدين يحاول فرضها، هو لديه تصور عن نموذج معين للبس المراه قد يحاول تطبيقه، ولا يعتقد في انه في نموذج اخر وفق تفسير فقهي اخر يرى ان اللبس ده مباح. يعني هناك ازمه حقيقيه سنجدها في البرلمان، ومناكفات من هذا النوع ستفقد البرلمان الوظيفه الرئيسيه المفروض انه يشتغل عليها. طيب بالنسبه للعلاقات الدوليه، طبعا ده كله اسرائيل كانت متعوده ان هي تتعامل مع شخص واحد يعني حوالي 3 عقود، دلوقتي التغيير ده هتبقى العلاقات بتاعتنا عامله زي مع الخارج؟ والله الخارج خليني اقول لحضرتك هي معادلة صعبة جدا. يعني أولا الانتخابات عليها ألا، يعني إحنا دايما بنحط الخارج قدامنا، يعني لا إسرائيل مفترض إنها يعني إنها تملي علينا مين اللي يحكم، أو وإذا كان مش عاجبها فيبقى لا وحش أو خلافه. بطبيعة الحال الموقف في حكومة، لو شكل الإسلاميون حكومة ستأخذ مواقف أكثر تشددا من إسرائيل تجاه إسرائيل وتجاه الولايات المتحدة، وده على فكرة مش الإسلاميين وحدهم، عندك تيار يساري وتيار قومي عريض، يمكن دي الأرضية المشتركة اللي بتربط الجميع مع بعضه. لن نجد تيارا، لن نجد حاكم على شاكلة مبارك كان حليفا قويا لليهود وللصهاينة، ولكن القرارات الاستراتيجية العليا المرتبطة بإسرائيل على وجه التحديد باعتقادي الشخصي المتواضع، هذه في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء كان في السلطة أو خارج السلطة، لأن هذا أمر ممكن يديره هامش من الحركة على مستوى وزارة الخارجية، على مستوى
خطاب أكثر حدة من ذي قبل، لكن هذا قرار الحرب والسلم باعتقادي في وفق دولاب الدولة المصرية هو بيد القوى الصلبة التي ستدخل المعركة مع القوات المسلحة مع الرئيس القادم اللي مش عارفين هويته. التيارات الدينية خرجت عشان تعبر عن نفسها، يعني ده بعد قمع أكتر من 80 سنة منذ أسس الشيخ حسن البنا التيارات. عايزين بس نعرف الإخوان والسلفيين هل هم هيتحالفوا مع بعض الفترة اللي جاية، ولا هيكون في شكل مختلف ممكن يصدمنا أو يفاجئنا بيه التيارين الفترة اللي لا جاية؟ والله انا شخصيا اتوقع عدم تحالف، يعني كانت عباره شهيره اطلقها احد قادات التيار السلفي في المعركه الانتخابيه في المرحله الاولى عندما طلع بيقول للاخوان حسبنا الله ونعم الوكيل، في اشاره يعتبر الاخوان اكثر تمرسا في قياده العمليه السياسيه، اكثر حنكه في اداره الانتخابات، ومعروف الانتخابات يعني في نهايه المطاف هي لعبه قذره يعني في اجزاء كثير منها. هم ممكن يكون مثاليين نسبيا، ما هماش في خب في يعني مش عايز اكون متحفظ في الفاظي، يعني مش يعني اقل لؤما يعني أكثر حنكة من في مسألة الاخوان، الانتخابات. لكن على مستوى التنظير الفكري المنهجي العقائدي عند لا هم عندهم جاب واسع، في فارق كبير جدا ما بين السلفيين وما بين الاخوان المسلمين، وبالتالي انا ارى ان الصدام قادم قادم. قادم لا محاله بينهم، يعني في مساله جزء صغيره زي مساله لبس المراه، الاخوان يتسامح في هذا الامر في حدود معينه، السلفي لكن لا. السلفي لا، في مسألة الغناء، في مسألة الفن الفن بشكل عموما. عام، في مسألة الأدب، فأنا باعتقادي أن احنا في البرلمان سنرى نماذج من هذه من هكذا قضايا تافهة ستسيطر على البرلمان المقبل في ظل هذه الأغلبية يعني المتوقعة أو التي باتت ده على ممكن الأرض. نشوفه يعني الفترة اللي هنتكلم عن جاية. الروايات والأفلام ودي طلعت لابسة إيه ومش عارف عاملة إيه، فده هياخد وقت طويل جدا في برلمان أنا أراه تأسيسي مفترض أن يتعامل مع قضايا كلية تهم الوطن، سواء على صعيد تشريع قوانين مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالسياسة، سننجرف وهذا ما أخشاه في في قضايا موضوعات فرعية تانية. في والوقت اللي مش هيبقى في صالحنا. طيب، الانتخابات السنة دي شهدت العديد، يعني الصورة بتاعتها كانت أحسن من صور كل الانتخابات اللي فاتت. رأي حضرتك إيه في الصورة اللي احنا قدمنا بيها الانتخابات السنة دي؟ والله على مستوى الشكل خليني أقول أشياء مهمة، كان هناك إرادة سياسية وإرادة شعبية يعني تلاقت الإرادتين على إنجاح هذه الانتخابات. المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بأن يكون طرفا نزيها ويقف على مسافة واحدة من كل المتصارعين في الساحة السياسية. الشعب المصري كما قلت في أول الحلقة هو يتواجد ويحضر بقوة في المناسبات الكبيرة. بعد الكم الزخم الرهيب الذي أضفاه ميدان التحرير والشبكات محمد محمود كان هناك تخوف من إقبال المصريين على التصويت، ولكنهم وفق إرادتهم الشعبية التي لإنجاح الانتخابات نزلوا بكثافة. وهل كان في سلبيات؟ والله سلبيات ما فيش، يعني عمل بشري سياسي يخلو من سلبيات، ولكن في تقديري الشخصي السمة الأبرز أنها كانت سلبيات إدارية مثل وصول قاضي إلى مقر لجنته في وقت متأخر، تعسف من بعض المندوبي المرشحين في أحيان أخرى، أزمة في الفرز، إعادة الفرز مرة أخرى، ولكن المهم من وجهة نظري أنه لم يكن هناك تزوير بالمعنى الحقيقي طيب، للكلمة. يا طب بعض الانتهاكات البسيطة اللي احنا قلنا عليها دي هتأثر في نزاهة الانتخابات ولا؟ لا ما أعتقدش إن هي من الحجم الكبير، يعني إن ما كانش في تسويد ورق زي اللي كنا بنشوفه. لا يعني باعتقادي إن المرحلة الأولى كانت مثالية ده كان وأتمنى. في ناس متوفية بتنتخب كان زمان. طبيعي طبيعي، يعني ايوه. احنا عارفين النظام السابق ومومات سابق، يعني هو كان دايما بيريحنا وبيصوت عن نيابة عنه. اللي حصل، لا اتفضل حضرتك. لا اتفضلي. اللي حصل انه بعد المنظر الجميل اللي شفناه في الطوابير اللي شفناها في الانتخابات، لانه كان في رموز كثيره جدا، رموز سياسيه ودينيه وفنيه واجتماعيه كتير جدا، وشخصيات عامه طبعا، طبيعي. ايه الدروس اللي ممكن نستفيد منها من منظر زي ده بقى لقدام؟ لانه مش بس البرلمان، مش بس الانتخابات الرئاسيه، مش بس السياسه هي اللي هتعلمنا ازاي نتقدم. نعم. فقول لي، ممكن تقول كده للناس حاجة من خلال الطابور اللي شفناه ده، نتعلم منه بقى حاجة إن شاء الله في 2012 نبدأ بيها كده حياة اجتماعية لسه عندنا سياسية مرحلة مظبوطة؟ لا تانية هو نتعلم للمرحلة التانية. لا طيب الأول. صحيح. لا هو أنا حقيقي يعني أتمنى من الله إن المرحلتين يكونوا على نفس قدر المرحلة الأولى،
يمكن السمة الرئيسية للانتخابات المرحلة الأولى غياب شبه تام لما يسمى البلطجية، وده نابع من إرادة الشعب اللي قرر إن هو يصطف في طوابير لساعات طويلة، فهو ده اللي حمل المرحلة الأولى في الانتخابات من وجهة نظري. فالدرس اللي احنا نستفيده هو عندما يتتلاقى إرادات الشعب مع إرادات النظام الحاكم أيا كان شكل هذا النظام، المصريين بيؤدوا أعمال تبهر العالم كله. والله كمان إيمان قالت حاجة مهمة جدا، وهو برضو نتعلم إزاي في المرحلة التانية يعني نتفادى كل لا السلبيات اللي ممكن تكون لا، خاصة هي هو رقم صغيرة المرحلة جدا. الأولى كانت كاشفة لأشياء كتير جدا، وأنا باعتقادي إن كل الأطراف هيستفيدوا بشكل واسع جدا من المرحلة الأولى، سواء الأحزاب التي لم توفق إلى حد بعيد في الحصول على كم معتبر من المقاعد في المرحلة الأولى، بالتأكيد هيشوف عيوبه إيه. كان عندنا حزب زي حزب الوفد لم يحصل على نتائج تتناسب مع تاريخه العريق، وبالتالي يعني وفق تفسيرات الوفديين انفسهم بيروا ان هم الدعايه بتاعتهم ما كانتش على المستوى اللائق او على المستوى المطلوب، وبالتالي الاحزاب السياسيه والكتل المتنافسه والمتصارعه في العمليه السياسيه هيستفيدوا بطبيعه الحال من التجربه الاولى. اللجنه العليا للانتخابات بتاكيد ما نتمناش ان احنا نشوف قضاة متاخرين يا ريت لجان، عن لجانهم. يا ريت. عمليات الفرز ممكن تتم بشكل اكثر تنظيما، اللي حصل في دارية شمال القاهره والهرج والمرج اللي ادى للقاضي ان هو يلغي الفرز، اتمنى ده ما يحصلش وما يتكررش. فالتجربه الاولى هي تجربه مهمه جدا جدا ده جدا. كمان انا عرفت ان هم طلبوا بطايق الناس عشان يشوفوا مين مثلا بيشتغل في الحكومه يجي معاهم في الفرز، فده طبعا يعني ده حصل يعني برضه، حصل نتمنى طبعا ده ما يحصلش في ال يعني نتمنى ان هي تكون اكثر تنظيما، لكن العبء كان ضخم جدا، لان احنا خليني اصرحك حتى الساعات القليله اللي قبل الانتخابات ما كناش عارفين هتتم ولا مش هتتم، وبالتالي ده حرم اللجنه العليا من الانتخابات، وهنا انا اثمن دورها الكبير جدا من ان هي تترتب اوراقها بالشكل اللازم، لان القاضي ما كانش عارف هيروح ولا مش هيروح. دي نقطه. النقطه الثانيه مرتبطه بالناخبين انفسهم، باعتقادي المرحله الثانيه والثالثه ممكن تكون اكثر تنظيما، ولكن مع اشتداد المعركه، يعني اللي خد مركز متقدم عايز يعزز هذا المركز، عايز واللي اتاخر عايز يلحق سريعا يتدارك ما حدث في المرحله الاولى. فنتمنى من الله ان الامور تمشي في هذا الجو المثالي نسبيا لجهه عدم الاحتكاك ما بين الكتل انصار المرشحين او المتنافسين، ودي كانت سمه بارزه نتمنى انها تتواصل في المرحله الثانيه والثالثه. تمام استاذ خالد، بجد بشكرك على وجودك معانا النهارده في نهارك سعيد، نورتنا واتكلمنا في حاجات كتير جدا سيدك تخص قوي الانتخابات 2011، ويا رب ان شاء الله القعده الجايه يبقى الكلام فيه كلام مبشر اكتر عن المرحله بقى اللي بعد الانتخابات ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، بشكرك ان شاء جدا. الله. مشاهدينا كان معانا الاستاذ خالد ابو بكر رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، ودلوقتي هيكون معانا تقرير ايه رايك في انتخابات مجلس الشعب، وهنشوف يعني بعد التقرير ان شاء الله نكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. Thank you.